Hi, grade 5 students. Today we'll complete the revision of our lesson Multiples of a Natural Number, and this is a video number 2. In this video, we'll review the least common multiple, هي الألسيام. Least common multiple is the smallest number that's common between two lists of a multiples. يعني مثلا هون write the first 9 multiples of 3 and 4 other than 0. معناتها أنا هون بتجيب المultiples لل 3 وmultiples لل 4. وحطهم المالتيبلز ل 3 حد بلشنا نكتب 3 6 9 12 15 18 21 24 27 هون انا اخترت انه انا اعطي من المالتيبلز هن اول 9 مالتيبلز ولل 4 كمان حطيت مالتيبلز لل 4. طيب شو يعني least common multiple؟ least common multiple هو اصغر واحد بده يكون مشترك بيناتهم. يعني اذا انا بدي اطلع هلا على المالتيبلز other than 0 أكيد لأنه 0 هو مشترك لكل النمبرز فهو منه ألسيام. إذا أنا بدي أشوف النمبرز لاحظت أنه في عنا نمبرز هني مشتركين من هن الكومون مالتيبلز هن الـ 12 وفي عندي هون الـ 24 كمان هو كومون مشترك للـ 3 والـ 4 هني كومون. معناتها المالتيبلز للـ 3 والـ 4 الكومون مالتيبلز للـ 3 والـ 4 هن الـ 12 والـ 24 هودي كانوا common بيناتهم. طب مين ال LCM؟ مين ال least common multiple؟ least common multiple هو الأصغر اللي هو ال 12. فهون ال least common multiple is the smallest number that is common between the two multiples. example أنا هون بتجيب المultiples لل 12 ولل 18 لأقدر جيب ال LCM لإلهم. المultiples لل 12 أنا بحط كم وحدة؟ امتى بوقف؟ هلا حنشوف امتى بنوقف. بس لحتى يبين معي ال LCM لانه هو طلب ال LCM، يعني هدف السؤال ان انا اجيب ال LCM. فعملت كم وحده مالتيبل لل 12؟ عملت 0 12 24 36 48 60 صرت زيد 12. وعملت المالتيبلز لل 18 0 18 36 54 72 90. هلا هل بين عندي شيء الكومون؟ اذا بين عندي كومون معناتها انا هون بوقف غير الزيرو. اكيد نتطلع في عندي common multiple. هل في عندي common multiple؟ لاحظنا انه في عندنا 36 هو common لل 12 وال 18. معناتها هون انا كان فيني هون لحد هون كمان وقف، كان فيني هون كمان وقف لانه انا قدرت لاقي ال LCM. فال LCM هو ال 36 لانه موجود بال 2 multiples، يعني ال least common multiple هو 36. example تاني لل 9 وال 10 عملنا multiples لل 9 وعملنا multiples لل 10. هلا انا بدي اقعد ادور على الكومون مالتيبل. لاحظنا صرنا ندور، هل لاحظنا في شيء هون كومون؟ لانه ما في شيء كومون معناتها انا ما كان لازم اوقف من هون المالتيبل، لازم كفي لاقدر الاقي المالتيبل الكومون مالتيبل بيناتهم. فهون رح كفي لانه if you don't see a common multiple make each list go further، بدي كبر الليست. اذا انا ما لقيتهم فانا بدي اعمل بعد لاقدر الاقي ال LCM لاقي الكومون. فزدت انا هون زدت على 81 90 99 multiples لل 9. كمان تحت زدت هون بلش يبين معي من الكومون مالتيبل في عندي 90 معناتها ال LCM هو 90. هلا لل 4 و 12 انا بلشت اعمل مالتيبلز لل 4 ومالتيبلز لل 12 لاحظنا انه في كومون هو ال 12 معناتها ال LCM هو لل 12. Thank you.